يقول عندي إشكال في مسألة الإنكار على المخالف، فمتى يكون الإنكار على المخالف في المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم؟ أم أنه لا يكون هناك إنكار بإطلاق في مسائل الخلاف؟ إذا كنت عندك أهلية علمية تعرف الراجح من المرجوح، تعرف الدليل، بين هذا للناس، اللي يقبل الحمد لله، واللي ما يقبل أنت بلغته الحمد لله.